اليوم جيتكم بوصفة سردين معلب بصلصة طماطم. عندنا هنا يا سردين ويناسب شهر رمضان الكريم، حاجة خفيفة مقبلة، كمقبلة نحطوها. هنا عندي سردين كمية. هنا من التوابل عندي طوماطيش كونسنتري، عندي ملح، فلفل الكحل والقزبر، شوية كمون، سنينة ثوم والقارند. عندي نص فنجان ماء ونكيلو بفنجان تاع لاتاي، نص كاس تاع لاتاي ماء، وربع كاس تاع خل. وهنايا خلط بين زيت الزيتون وزيت عادي نص نص باش يمدو بنين. واش نديرو هنايا؟ والكوكوطا هنا واش نديرو؟ نفرغو الزيت، الزيت عادي مع زيت الزيتون، نديرو الخل، نديرو الماء، نديرو هادو ما كي نعاود نقولكم، الرند القزبر، فلفل الكحل، الملح، كمون، ثوم وطوماطيش كونسونطري. ويلا حبيتيه ابيض ما ديريش الطوماطيش، نحيها الطوماطيش يمد الذوق. هكذايا ودوكا واش نديرو؟ نستفو السردين هكذا. الاخوات كي يطيب واش نديرو؟ لازم في الكوكوطا باش يطيب في غردو ربع ساعة، نغلقو عليه ونخرجوه، نحسبو، نشعلو النار عليه على الكوكوطا غير يبدا الصفارة تبدا تصفر. نتي نقصيلو كاع عيتيك على النار مهيلة قليلة، غير تحسبي ربع ساعة طفي عليه. كي تشوفي عاودي فتحي، كي تلقاي الماء تاع السردين نشف بقات غير الزيت، صافي هاي واجده. واذا كانت الماء تاع السردين مازال ما تشرب، عاودي غلقي عليه، احسبي غير 5 دقائق برك ماشي حاجه، وغلقي عليه وتشوفوا دوكاتك كي يبدا. دوك انا ندير هاد المراحل، راني ستفت السردين نحطه فوق النار غير تبدا تصفر. نعاود لكم، غير تبدا تصفر الكوكوطا نقص لها كاع عيتيك على نار قليله كاع عيتيك، نحسب ربع ساعه ومن بعد نوريكم كي يوجد. هاوليك السردين بعد ما طاب، جازت عليه مده 14 دقيقه، ان شاء الله يعجبكم. بصحه ولهنا وشكرا، الى ملتقى، السلام عليكم.